هو بالفعل لما تم توقيع بروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لذوي الإعاقة، أكثر من جلسة تم اتفاق بيننا وما بين المجلس القومي لذوي الإعاقة أنه يجب الإتاحة، والإتاحة دي تتم بالإجراءات التي يجب أن تقوم بها بالتعاون مع المجلس. بالفعل من أول الإجراءات التي اتخذت أن احنا نتيح لذوي الإعاقة السمعية البوسترات تفيد كيفية عملية الاقتراع. والفئة بتاعة الإعاقة السمعية دي كان فعلا احنا مش يعني ما كانش فيه التنسيق ده اللي أدى إلى أن احنا نوصل بالفكرة أن احنا نوجد بوسترات تدي المساحة وفكرة الإتاحة لكل ذوي الإعاقة السمعية. أما الإعاقة البصرية بالفعل كانت فكرة بطاقات برايل تم قبل كده في استحقاق انتخابي في 2014 و2018، ولكن لم يتم نشرها على كافة اللجان الفرعية. المستحدث عندنا أن احنا عملنا نشرناها على كل اللجان الفرعية وجزء من اللجان الخارج جمهورية مصر العربية، وكان الغرض منها المناطق اللي فيها تكدسات وتجمعات. وإن شاء الله هنرصد هل هذا يحتاج أكثر مزيد من أن احنا نتيح لذوي الإعاقة وإيه الإمكانية الأكثر عشان ندي لهم الإتاحة إن شاء الله.